عندما يقوم أشهر متجر في المدينة بتهيئة واجهة متجر أعياد الميلاد، فإن النتيجة تصبح مرئية. في باريس تم إغلاق جادة أوزمان، وتأتي الممثلة الفرنسية لياسيدو لتثير الحماسة في المكان. تأتي الصحافة ويتجمهر الناس ليتم افتتاح واجهة المحلات الجديدة. دائما ما يحضر نجم جديد، ونظرا لأن شيئا يجري في الشارع يتمتع الجميع بهذا الحدث الجميل دون الحاجة إلى الحصول على دعوة. في كل عام نأتي مع عائلتنا ونتفرج على نوافذ عرض أعياد الميلاد. لدينا هذه المرة 15 واجهة عرض للقصص المتنوعة كالحسناء والوحش، كما أننا نستلهم الفيلم الفرنسي الذي تقوم ببطولته ليا سيدو، والذي سيعرض بداية العام المقبل. نافذة عرض العرائس بمناسبة أعياد الميلاد يعمل ابتداء من شهر نوفمبر. لا يعد هذا الموضوع مشكلة بالنسبة لمصمم الديكور. نحن بحاجة إلى عام من أجل الإعداد، وهذا العام فكرنا في طرح الأفكار في مجسمات تخاطب الأطفال. لقد رسمنا المناظر المختلفة، وفي النهاية قررنا الألوان والمواد وحددنا الجهات التي سنتعامل معها. تحكي الواجهات الجديدة قصة أطفال. العروس ليلي والدب مارتن يخوضان مغامرات عديدة. كانت لدينا دمية تبدو بوجه مبتسم وبشعر غزير. كان علينا أن نجد لها صديقاً يمتاز بروح المرح. خطة عملنا هي عرض أشياء تهم العائلة بأكملها. في هذا المشغل في ضاحية قرب باريس ظهرت ليلي ومارتن والأصدقاء الآخرون، وكان أحد الحرفيين يحركها. الديكور الفخم والغني بالتفاصيل هو نتاج عمل يدوي دقيق، ورغم ذلك يمكن أن تحدث بعض الأخطاء. هناك أجزاء يبلغ طولها 2.50 متر، وهناك أجزاء يبلغ طولها 3 أمتار. يجب علينا صنعها في المشغل ثم نحولها إلى أجزاء صغيرة لنعيد بناءها في الواجهة، وهذا لا يخلو من صعوبة. وبعدها يجب أن تكون كل الأجزاء في مكانها الصحيح. ولزيادة المبيعات يلجأ أصحاب متاجر بيع العرائس إلى أجمل التصاميم والأنشطة الجذابة، فهم يعملون مثلاً مع مصممي موضة من المشاهير ويستثمرون شهرة الأسماء المعروفة. هذا المتجر في لندن يتعامل مع المشاهير لمبيعات نهاية موسم الشتاء، كما حصل في عام 2005 مع الممثلة الأمريكية لوسي، وفي العام الماضي مع الموسيقية ليلي ألين. على المرء أن يحب الاستطلاع بالفعل لمعرفة ما يقوم به منافسه، لكن ليس الغرض من ذلك هو تحقيق أرباح على حساب الآخرين. أطلع على ما يقوم به الآخرون للاستفادة، ويمكن للجميع القدوم والمشاهدة. هذا العام قام متجر لافاييت بتقديم عروضه قبل الآخرين. في كل عام يبدأون مبكراً، وهذا أمر غريب، لكنه يجعلنا نعيش أجواء أعياد الميلاد. أنا معجبة وأنصح الجميع بالحضور، ومن الجميل أن نستمتع بالمجهود الخارق خلف الكواليس. المنافسة قوية عن أجمل ديكور لأعياد الميلاد في العام الحالي. رئيس قسم الديكور سعيد بنجاح تجربة الاستعداد. لقد أنجزنا بنسبة 30%، وأشعر أن الناس سعداء. أما عن نفسي فلست راضيا، لكنني متحمس لكي يصبح العام المقبل أفضل. بمقدور الجميع مشاهدة نوافذ عرض أعياد الميلاد يوميا حتى 5 يناير في شارع بوليفار هوسمان.